اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان، معاك الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل في الشيست بين ميد اطلس اللي هو المراجعه المصوره والموسوعه الطبيه المصوره، وبنشوف الميديسين كله من خلال ايه زوايا ايه الايمجز والصور، يعني مراجعه ستايل جديد انا عامله وان شاء الله يعجبكم باذن الله. فده الفيديو الخامس في الشيست بين اللي هم 8 فيديوهات، تابعونا وان شاء الله توصل لكم على طول الفيديوهات الجديده بتاعتها. في عندي هنا طبعا لما بلاقي الشكل ده في الاكس راي، شايفين اللانج ده هي عامله ازاي؟ تلاقيها منخبشه كده على خفيف. شايفين التانيه دي في حته ايه جيت بلاك خالص اهي، وحته تانيه ايه كلانج تيشو طبيعيه اهي، وادي الايدج حتى اهو بتاع اللانج تيشو اللانج. فشوفوا الحته دي الجيت بلاك وقارنوها، يعني انا عاوزكم حتى تقارنوا دي بدي، يعني المنطقه دي بالمنطقه دي، دي جيت بلاك خالص ودي ايه منغبشه. منغبشه ده النورمال ايه لانج ايه تيشو، في برونكاي وفيسلز والفيلاي، فبرغم انه بلاك بس في نغبشه خفيفه. لكن الجيت بلاك ده يساوي عندي ان في نيوموثوركس بروسس اير بره ضاغط ايه على اللانج في البلورال ساك وضاغط ايه على اللانج. طبعا ده يعني موضوع مهم جدا، خاصة ان هو ايه وده يمكن ايه عامل دايرتين هنا عشان نبين يعني ايه النغبشة ويعني ايه الجيت ايه بلاك ايه appearance واضحة اهي. في عندي هنا اهوت مهم دايما ابص على التراكية، التراكية هنا ايه يعني نقدر نقول ايه هنا اهوت، شوف الجيت بلاك appearance في الناحية التانية، جايب لكم الناحية التانية واللنج مفعوصة شوية هنا، والكمبير الكالر هنا الجيت بلاك ده باللانج هنا اهوت، دي النورمال لانج المنغبشه دي، شوفوا هنا اهوت شوفوا اسود خالص ازاي، مفيش اي نغبشه كومبيرد ايه هنا اهوت، وشوفوا الفارق. ها في نفس الوقت هنا اهوت النيوموثوركس هنا، فلا عجب ان هو بس البريشر فيه الظهر مش عالي قوي، فايه التراكيه لا محذوفه، محذوفه ايه هنا اهوت واضحه هنا اهوت شيفتد ايه تراكيه، ففي بريشر ايه زائقها شويه ايه الناحيه دي، ليه انا بقول مش عالي قوي؟ ما اصلا ما قارنها باللي جايه، شايفين التراكيه هنا مرميه فين؟ يا الله ها ادي الجيت بلاك ابيرنس اهو، والقلب مرمي الناحيه الثانيه، عشان كده انا بقول له قلت ايه ريلاتيفلي يعني ايه الشيفت قليل في اللي فاتت، لان هنا رهيب جدا، ده نيوموثوركس مخيف جيت بلاك زائق لي القلب والبيدياستنم ورامي لي التراكيه هنا، ويعني واللي عاوز يدقق شويه ادي السهم اللي عاملوه جوه التراكيه الاير اهو بتاع التراكيه ماشي اهو، شوفوا مرميه ازاي الناحيه الثانيه خالص. فعشان كده انا ايه لما ايه حبيت لما قارنتها بدي التراكيه هنا اهوت ايه ها معذره التراكيه هنا اهوت مرميه كده بس ايه يعني الهارت مش مرمي خالص الناحيه الثانيه، في حين ده هو النيوموثوركس كان في اللنج دي رامي لك رامي الهارت، شوفوا بالمنظر فين حاجه مش طبيعيه، والتراكيه ادي الاير ماشي جواه اهو وموضحين له بالسهم المنقط ده هو ايه داخل الاير جوه التراكيه مراميه بقى، فده تنشن نيوموثوركس حاجه مخيفه، ده مش المفروض استنى له اكس راي، هو اللي حصل حصل الجدع ده حصل له، معرفش بقى ايه ده اللي حصل له ايه بعدها، لكن اللي مفروض ان عيان اللي انا شاكك تنشن نيوموثوركس ده على طول انسرت وايت بور نيدل بالطريقه اللي قلناها في الشيست في الفيديوهات الموجوده عندنا ها، وعلى طول يعالج كامرج، مش هستنى انا اعمل له اكس راي هيموت، ده ممكن عقبال ما اعمل له الاكس راي. فهو ده اللي حصل بقى ان هو عدى ووصل انه يتعمل له اكس راي، فحاجه نادره يعني تلاقي تنشن نيوموثوركس زائق لك القلب والتراكيه كده. فيبقى انا عندي الحقيقه تنوعات مختلفه، شفنا نيوموثوركس اهو بينطق واللاين بتاع اللنج شارب ازاي، شايفينه اهو واللنج مفعوصه شويه كده ها والجيت بلاك واضح ايه هنا اهوت، ودايرتين قلنا نبين، وشفنا ده اهوت نيوموثوركس الناحيه دي جيت بلاك وزائق للتراكيه ايه شويه بس لسه مش زائق الامور كلها في المدياسترم، في حين بقى هنا اهوت نيوموثوركس رميل الدنيا هنا والتراكيه مرميه خالص الناحيه الثانيه، وقلنا نبينها بايه بالسهم ده تنشن نيوموثوركس حاجه طبعا مش لعب عيال، دي امرجنسي العيان ده ما كانش ينبغي يتعمل له اكس راي بيني وبينكم، يعني المفروض ده كان لازم انسيرت وايت بور نيدل على طول في الاماكن اللي ذكرناها ودرين على طول ما فيهاش هزار عشان ايه نفضي ايه البريشر اللي من على اللنج وننقذ ايه عمره. فدي من الامرجنسيز اللي مش هستنى فيها تحليلات ولا هستنى فيها لا بلاد بيكتشر بقى ولا الكلام ده ولا اكس راي، ده على طول لازم اتدخل في التنشن يوموثوركس
على طول فوريا زي ما وصفنا بالظبط ايه فيديوهات الايه الشيست. والى اللقاء مع موضوعات اخرى، وبالنسبه لمتابعه الفيديوهات بتاعتنا يو نيد رايت ناو، او بعد الفيديو تروحوا سبسكرايب الاول. الناس اللي مش عاملين كده والغالبيه عامله، بس في ناس ايه بتسالني، بيجي لي ايميلات كتيره وحاجات كده، ف او مسجز زي نيد تو سبسكرايب، وبعد كده بيروحوا ايه يروحوا ضاغطين ايه على الجرس ده لحد ما يعمل الشرطتين دول. اي فيديو هنحطه بعد كده يوصل لكم على طول على السيلفون، تعرفوا ان في حاجه جديده نزلت. والى اللقاء مع كل جديد في عالم الميداسين باذن الله. شكرا جزيلا، باي باي.